السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نخلص شابتر 3، يعني هو فيديو واحد راح يكون، والفيديو اللي بعده راح يكون حل أسئلة على الثلاث شابتر اللي أخذناهم. يعني راح يكون منا هيك مخربطين عشان تميز كيف تحل أسئلة، يعني هيك أسئلة الامتحان بتيجي. طبعا معروف أول ثلاث شابتر عليهم وزن كبير من المادة، شابتر 4 لحاله قصة أصلا، يعني كثير صعب أصلا شابتر 4. فحاول تمكن من شابتر 3 مبدئيا أو من أول ثلاث شابتر. خلينا نبلش في هذا الفيديو عن الكومبايننج فاكتور. شو يعني كلمة كومبايننج فاكتور؟ معناها انه اني انا ادمج عدة فاكتورز مع بعض عشان اوصل للجواب المطلوب. كيف يعني عشان اوصل للجواب المطلوب؟ يعني انه انا ممكن يطلب مني بريزنت، يعني مثل هاي الرسمة، انا معطيني الجيفن الانيمال هذول من 2 لـ 5، وكان طالب مني بريزنت عند الصفر. فانا ما راح اقدر استعمل فاكتور واحد واللي هو بي جيفن اي، كونه الاي جيفن وبدي البي، ما بقدر استعمل بي جيفن اي عشان اوصل للصفر، لازم استعمل فاكتور ثاني. بتقول لي ليش؟ بقول لك احنا بنعرف انه البي جيفن اي بتعطيني قبل بسنه. طب انا هون وين بلش الانور عندي؟ عندي 2، فراح يرجعني لواحد. طب انا كيف بدي احل من 1 لـ 0؟ هاي هي كل الفكره، هاي هي فكره شابتر 3. طيب طبعا عندنا طريقتين. كيف طريقتين؟ الطريقه الاولى اني احول عندي الانور لبريزنت، فبستعمل البي جيفن اي، ولكن هذا راح يعطيني عند السنه الاولى، صح ولا لا؟ راح تقول لي طب بي جيفن اي والاي ما فيها اختلاف، والان اللي هي عدد الدفعات اللي هي 1 2 3 4، فبضرب انا الاي تبعتي في الفاكتور هاف، هيك انا بصير وين؟ عند الاولى. طيب هاي شو طلعنا عندها؟ هاي شو طلعنا عندها؟ طلعنا عندها بي 1، بي عند السنة الاولى. طب كيف ممكن اوصل لبي عند الصفر؟ عشان ارجع لهون بقول لك بكل بساطة اعتبر انه هاي الدفعة هي فيوتشر، يعني بعتبر انه بي 1 هي نفسها اف 1، فبالتالي شو بصير عندي؟ بي عند الصفر بتساوي اف 1 فيوتشر في الفاكتور بي جيفن اف، مضروب في اي مضروب في ان، ولكن ان ليس عدد الدفعات، قلنا دائما الفرق بين السنوات، فبالتالي الفرق بينهم 1. فهيك انا شو عملت؟ الجواب اللي طلعته هون بحطه هون، بس لقيني بالدوسيب عادة شو عملت؟ لقيني بي الصفر بتساوي A في B given A في I في 4 مضروب مباشرة B given F في I في 1. لقيني عملت زي هيك، صح بصير. بس انت مثلا مشان ما تخربط حساب او شيء، احسب وحدة وحدة، احسب هاي لحالها وسميها B1 او F1 وحل بعدين. بس هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، طيب أنا بحكي هذا بحوله لفيوتشر، فباستعمال فاكتور اف جيفن اي واي والسنوات 4، فبالتالي وين بصير عندي فيوتشر هون؟ بعدين هذا الفيوتشر هو اف 5. شو بسوي بعدين؟ اف 5 انا بدي بي عند الصفر، فبحكي اف 5 مضروبه في اف جيفن بي، لا بي جيفن اف قصدي، بي جيفن اف والاي اي والان اللي هي فرق بين 5 والصفر واللي هي 5. بس فبالتالي هاي طريقة ثانية للحل، ولازم يطلع نفس الجواب، لازم يطلع نفس الجواب. خلينا ناخذ عليها مثال. بيقول لي the present worth for the cash flow shown at the figure إذا الـ i 10%، اللي هي نفس السؤال اللي فوق تقريبا. يلا أول شغلة بسويها، أول شغلة بسويها بشوف أنا شو بده. بده present worth، بده بي عند الصفر، يعني present worth معناها بي عند الصفر، هي من chapter 1. هسا شو بسوي؟ بطلع عندي شو الدفعات عندي؟ عندي الدفعات انوال، بحكي يلا الدفعة الأولى عندي 2 3 4 5 6، معناته الأم بتساوي 6 بخصوص مين؟ بخصوص الأنوال. فبالتالي شو بعمل؟ إن قلنا طريقتين، يا بحولها لفيوتشر وبعدين للصفر، يا بحولها لهون وبعدين بحولها لهون. طيب شو بنعمل هسا؟ بنقول البي عند 1، أو هي اف اف عند 1 ممكن نسميها، بس خلينا نسميها بي 1. ليش؟ عشان أنا بدي أحول بي جيفن اي، بحكي الاي تبعتي اللي هي 10000 مضروبة في الفاكتور اللي اسمه بي جيفن اي، والاي 10% والان اللي هي 6، بطلع معي الجواب. بس اذا بدي بي عند الصفر بقول هي بي 1 او اف 1 ممكن تسميها زي ما بدك، في اف في بي جيفن اف، صارت الاف معي وكانها فيوتشر، والاي 10% والسنوات 1، بطلع معي الجواب بي الصفر، او الطريقة الثانية اللي قلتها انا. يلا انا هون شو عملت؟ حليت على بي عند الصفر، شو بتساوي؟ بي جيفن اي وبعدين ضربته مباشرة ببي جيفن اف زي ما انا حكيت.
انا هون حليت بالفيديو ارتب من الدوسيه، ليش؟ عشان ما تخربط. فهيك انا طلعت بي عند الواحد، بعدين الرقم هذا هو نفسه اصلا هذا، هي رجعت ضربته بمين؟ بي جيفن اف اللي هو هذا، فطلع معي الجواب 34462 دولار. طيب السؤال الثاني، طبعا انا هون تلاقينا بشرح افكار، يعني بشرح افكار كيف يعني هاو ماتش ماني، يعني هسه بحكي عنها. يعني الفكره الاولى كيف نتعامل اذا عندنا انوال وبدنا نخليه بريزنت، او اذا بدي احوله لاي سنه بدي اياها. يعني لاحظ انا بهذا السؤال طلبت منك بريزنت عند الصفر، طب افرض طلبت منك قيمه الدفعه عند السنه 4، فانت شو بتعمل؟ بتحول هذا كامل لبريزنت عند واحد، وبعدين بنقله من 1 لـ4 من فاكتور اف جيفن بي مثلا، او بحوله لفيوتشر عند الستة بعدين بنقله بي جيفن اف بنقله الـ4. فهيك بصير عند الشغل. يعني انا هسه اول فكره حكيتها كيف انت تحول من انوال لاي بريزنت بدك اياه او لاي فيوتشر بدك اياه، مش فكرة انه احول من 1 بعدين لـ0 او من 6 لـ0. لا، انا هون اعطيتك هسه المعلومات الكافيه لتحول عندك اي انوال لاي سنجل بيمنت انت بدك اياها، يا لصفر يا لستة يا 2 يا 4 يا 5. طريقة سهلة، بحول الانوال تبعي يا لفيوتشر يا لبريزنت اللي قبله، بعدين من البريزنت للدفعة اللي بده اياها، او من فيوتشر للدفعة اللي بده اياها. طيب خلينا نشوف السؤال الثاني، how much money will how much money would be available in year 10. نطلع الكاش فلو ديجرام تبعي اللي باللون الاسود مش اللي باللون الاحمر، هيو. if 8000 is deposited each year in year 3 through year 10 والانترست ريت 10%. لاحظ هو بده المبلغ عند سنه 10، بده المبلغ الفيوتشر وورث عند زمن 10، ولكن انا عندي ببلش من السنه الثالثه للسنه 10. يعني الكاش فلو ديجرام تبعي، يعني هاي 0 هاي 10 هاي 3، طبعا انا عندي 1 2، انا عندي من 3 ل 10 في عندي ايداع، يعني سهم لا تحت قيمته 8000 دولار بارير، تمام. شو بده؟ هو بده فيوتشر عند العشرة. هذا بنحل بطريقة واحدة، هذا تشابتر 2 أصلا. كيف تقول لي تشابتر 2؟ يقول لك اف عند العشرة، طب ما أنا بنعرف إنه دائما الفيوتشر موجود عند آخر دفعة عندي، فبحكي مباشرة الـ A تبعتي اللي هي 8000 في اف جيفن A مضروب في الـ I، قديش I حكالي؟ 10%، والان تبعتي عدد الدفعات 3 4 5، من 3 ل 10 في عندي كم دفعة؟ 8 دفعات، 1 2 3 4 5 6 7 8. هيو على فرض هاي سنة 4، سنة 5، سنة 6، سنة 7، سنة 8، سنة 9، فبالتالي كم دفعة عندي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، فالآن قديش؟ 8 عدد الأسهم. فبالتالي كان شو عملت؟ وجدت اف عند العشرة. طب شو في طريقة ثانية؟ في طريقة ثانية اني احول هاف لايش؟ بس هي اطول، ليش انا اوصلها؟ فلازم تكون بالامتحان هيدك تعرف شو تسوي. بطلع بي عند الاثنين، طب ليش عند اثنين؟ لانه انا اول دفعة عند 3، فالبريزنت تبعها وين بوديني؟ عند اثنين. فبالتالي بي الاثنين شو بتساوي؟ الاي تبعتي في بي جيفن اف، الاي تبعتي 10 والان 8 لان ما اختلفت. فهيك شو طلعت؟ بي عند اثنين. طب بدي اف عند العشرة، بقول اف عند العشرة تساوي بي 2، لاحظ انه انا بدي اف ومعي بي، بالتالي بستعمل فاكتور اف جيفن بي مضروب في الان في الاي اللي هي 10%، والان تبعتي اللي هي الفرق بينهم اللي هي 8. لاحظ انه اذا استعملت هاي الطريقة انه استعمل هاف واضربه بالفاكتور صح، ولا رحت على اف 10 مباشرة من القانون مباشرة بطلع لي نفس الجواب. نشوف شو حليت انا هون، بقول اف بتساوي اي 8 سنين مباشرة حليته هاي. ها شوف انا شو عملت، حطيت لك بالدوسيه لو طلب مثلا عند زمن 12 شو بسوي؟ بقول الاف اللي عند 10 صارت عندي، هي هاي اللي انا وين طلعتها؟ عند 10، بعدين بضربها بالفاكتور اف كيفن بي، صارت بي وكانها معي. ولاحظ الفرق بين ال 10 وال 12 كم؟ سنتين، فالان كانت 2. شرحت هاي الفكره من قبل. طيب اخر فكره عندي كانه بالتشابتر، لا قبل الارثمتيك جريدنت، عندي هون فكره شيفتد سيريز اند راندوم سنجل اماونت، اللي هي نفس هاي الفكره اللي هي انه انا ما عنديش بس انوال وورث. لاحظ انه الامثله اللي حكيتها كلها عندي انوال وورث، كله انوال وورث وبتحول لبريزنت او فيوتشر. طب افرض كان عندي انوال ودفعه كمان،
انا ودفعه بجمع جمع او بطرح طرح او حسب شو السؤال عندي. كيف يعني find the present worth in year 0 وبدو ال present worth in سنة 0. فلاحظ انه عندي annual من 3 ل 10 وعندي دفعة 2000 عند سنة 8. طب كيف بحل هذا السؤال؟ بقول لك سهلة، برسم الكشف لو ديجرام 0 1 لحد 10، وعندي عند سنة 8 في عندي دفعة 2000 وعندي annual من 1 من 3 ل 10، هاي 3. عندي من 3 ل 10 في دفعة كم؟ 5000. طيب شو بده؟ بده بي عند الصفر. احنا ما بدنا نتخيل دائما انه اسئلتنا بي عند الصفر. الدكتوره بتتلاعب بالاسئله، بتحكي لك بدي بي عند 2، بي عند 10، بي عند 7، بي عند 12، وين ما بدك. طيب طريقه الحل سهله. اول شيء بتطلع على الاسهم، الاسهم كلها اللي تحت يعني كلهم نفس الاشاره، يعني بجمع يا بطرح، يعني يا بخلي كل الجواب سالب يا بخلي كل الجواب موجب، ما بفرق معي. بحكي اول شيء عندي دفعه منفرده، هاي الدفعه المنفرده سهله، مباشره بحولها من فاكتور بي جيفن اف. فبحكي انه البي توتال عندي، اول شيء عندي البي اللي هي ال 2000 مضروب في بي جيفن اف، الاي عندي 10% والان عندي الفرق بينهم، انا هاي عند سنه 8 وعند هاي سنه 0، 8 ناقص 0 8. هيك انا طلعت مين؟ بي تبعت الفيوتشر وورث. بضل عندي مين؟ البي تبعت الانيوال. بحل بتنحل بطريقتين، اما بحول لفيوتشر عندي ال 10 من ال 10 ل 0، يا بحول عندي الاثنين بعدين لصفر. انا خليني احول رجوع. كيف يعني؟ بقول احكي انيوال الفاكتور اللي عندي بي جيفن اي 10%، وعدد السنوات قلنا من 3 ل 10 بنعتبرهم 8 زي قبل شوي. هيك انا حولت لبريزنت عند الاثنين، هسه بدي احول من 2 ل 0، بضرب في فاكتور بي جيفن اف 10% والسنوات 2 بس. طبعا هذول من الجداول، انا ما بوجدش اجوبتهم عشان بس الفيديو، يعني عشان صورة الفيديو بس لا اكثر. لاحظ انا هون شو كيف خليته، بس خليته بطريقتين، اوجدت بي جيفن اي عند زمان 2، بالتالي بستعمل بي جيفن اف، انسى من حكي بي توتال بتساوي الاي في البي جيفن اي، وضربتها بالبي جيفن اف زي ما قلت، وزدت عليها الفيوتشر تبعي اللي هي ال 2000 ضربتها بالبي جيفن اف. يوجد طريقة أخرى بكل بساطة، بوجد الفيوتشر ناتج عن الأنوال وبنقله لصفر زي ما قلت. طيب هذا السؤال، أيوة هاي الفكرة برضه. بس شو حكينا فوق؟ حكينا عن الفكرة إذا عندي أنوال وسنجل، مش شرط سنجل، ممكن يكون عندي دفعتين برجع بجمع. والحالة الأولى إذا كان عندي سنجل كامل، إيه كان عندي أنوال كامل. هسه هون في عندي تحويل. كيف يعني تحويل؟ الفكرة الثالثة إنه أحول من أنوال مثلا من سنة 4 لسنة 8، أحوله كامل للكاشف لو كامل، يعني convert the cash flow below black arrows. بده البلاك اروز عندي، شو البلاك اروز عندي؟ عندي annual worth وعندي single payment. بقول له annual worth من سنة 1 لسنة 8 والانترست ريت 10%. بنركز مرة ثانية، هذا جاب لي سؤال اني احول الكاش فلو ديجرام تبعي، الدفعات اللي عندي من 0 ل 8، هاي 0 1 2 لحد 8، وعندي دفعة عند السنة السابعة، طبعا الثنتين اتجاههم لتحت، يعني أنا عندي هون من هاي سنة 3 هاي سنة 4، من سنة 4 لسنة 8 عندي إيش؟ عندي دفعات بقيمة 3000 دولار، وعندي عند السنة 7 عندي دفعة 2000، كأنه دفعة 1000 سنجل بيمنت. شو طالب مني؟ احول الكاش فلو ديجرام تبعي لانوال كامل من 1 ل 8. شو بسوي؟ سهل جدا، بحول عندي كل الدفعات اما لفيوتشر او اما لبريزنت عند الصفر. طب ليش بريزنت عند الصفر؟ اها قلت لك السؤال طلب منك انك تحول الانوال من 1 ل 8، فبالتالي لو بدي اوجد الفاكتور بي جيفن اي بده يرجع لي قبل بسنة، فبالتالي أنا بوجد بريزنت عند الصفر، أو الطريقة الأسهل بوجد الفيوتشر وبحل. خلينا نحل على بريزنت، يعني نحكي أول شيء بنعمله بنطلع بيه عند الصفر. كيف بنطلعها؟ زي قبل شوي سنجل بيمنت، بنحكي 1000 في بي جيفن اف، الاي 10% والان اللي هي فرق السنوات من 7 للصفر 7، زائد الانوال وورث اللي عندي
3000 في بي جيفن اي الاي 10%، والان عدد فرق السنوات من 8 ل 4 نزيد ل 1 يعني 5. بس هذا وين رجعني؟ رجعني للبريزنت وورف. عندي الثلاث هسه بدي احولها لصفر، فاضرب في بي جيفن اف من 3 لصفر عندي 3 سنين. هيك انا شو عملت؟ طلعت بي عند الصفر، بس انا بدي احول كامل الانوال وورث من 1 ل 8. بحكي الانوال وورث عندي من 1 ل 8 شو بساوي؟ البريزنت وورث اللي عندي البي عند الصفر اللي حسبته بضربه في الفاكتور، بس بضربه في الفاكتور ايه كيفن بي، ايه كيفن بي، والاي تبعتي 10% والان تبعتي من 1 ل 8 اللي هن من 1 ل 8 1 2 3 4 5 6 7 8 سنين. في دائما الفرق بينهم زائد 1، 8 ناقص 1 7، زائد 1 8 عدد الأسهم. بس هي خلصت المسألة. أيها شو قلت أنا؟ بحكي بي عند الصفر شو بتساوي؟ A في B given A مضروب في B given F عشان أحوله مباشرة للصفر، لأنه أنا هذا الفاكتور بوديني عندي الثلاث، أنا ما بدي عندي الثلاث، بوديني للصفر. هاي زي ما أنا مرقم لك هون 1 ل 5 مثلا، هذول 5 دفعات. آه صح، ما احنا قلنا 5، هاي 5 صح. هسا زائد F اللي هي الألف هاي مضروب في بقى 7 سنين زي ما قلنا. شو طلعت هيك؟ طلعت لي بريزنت عند الصفر. هسا بدي الانوال من 1 ل 8 بطبق الاشي. الطريقة الثانية اني احل على فيوتشر زي ما قلت، وصحيحة 100%، ما بيختلف الجواب معك ولا بفاصلة. طيب هسا شو بدنا نحكي؟ اخر موضوع بدنا نحكي عن الشيفتد جريدنت، شيفتد ارثمتيك جريدنت. يعني انا الجريدنت عندي ما بلش زي السؤال الماضي انه بلش زيادة من عند 2، لا مثل هون بلش زيادة عند 3. هيو السنة 63، السنة الرابعة 65. آها كيف أحله؟ سهل جدا، سهل جدا. يلا خلينا نقرأ السؤال شو بده. أول، مش كل الأسئلة بتطلب البريزنت وورث أو الفيوتشر وورث، ممكن يطلب منك كونفيرت، ممكن يطلب مني أحول كل هذا لأنوال من 1 ل 10، أو أحول من 3 ل 10 عادي، يعني أحول لبريزنت وأرجع نفس الفكرة اللي فوق. بنرجع بنكرر شباب صبايا، السؤال هذا طلب مني اعمل كونفيرت بحيث السنوات من 1 ل 8، ممكن بالامتحان يطلب مني من 3 ل 8 مثلا، او من 3 ل 6. شو اسوي؟ خلينا نشوف ان 3 ل 8 شو بعمل. بوجد كل البريزنت عندي 2، وبعدين من 2 بطبق قانون الفاكتور اللي هو الاي جيفن بي، او بحول عند 8 ولكن السنوات بخليهم ايش؟ من 8 ل 2 مثلا، من 8 ل 3 اللي هن قديش؟ 8 ناقص 3 5 زائد 1 6، يعني بحط الان 6 بدل ما احط الان 8. طب لو طلب مني مثلا من 3 ل 6 شو اسوي؟ بحول كل شيء لفيوتشر عند 6، وبعدين بحكي من 6 ل 3 اللي هي 6 ناقص 3 3 زائد 1 4، بحط الان 4. طبعا الفاكتور A given F، او بحول لبريزنت عند 2 بعدين بحولهم من 3 ل 6 اللي هو الفاكتور A given B. يعني هي كل الفكرة. خلص المهم وصلت الفكرة عندك، انه دائما اذا بدك تحول الانوال بوجد بريزنت قبل بسنة او فيوتشر عند اخر سنة، بشرط عدد الفاكتور اللي بدي استعمله اللي هو الاي جيفن بي او الاي جيفن اف عدد سنواته هي عدد الدفعات اللي بده اياها وبس. طيب خلينا نشوف السؤال شو بده. جون ديري اكسبكتس ذا كوست اوف تراكتور بار تو بي انكريز باي 5 بير يير بيجينينج 4 ييرز فروم ناو. قال لي يتوقع انه هذا الزلمه انه الزياده تبلش تزيد عنده تكلفتها انه او انه الانكم تبعها تكلفتها انه تزداد 5 دولار من بدايه السنه الرابعه، يعني السنه الرابعه ببلش يزيد مباشره. اذا الكوست من سنه 1 ل 3 60، قل لي من سنه 1 لسنه 3 كله ستينات، عند السنه الرابعه بلش زياده، معناته الكاش فلو دايجرام تبعي واضح. طبعا هو شو بده؟ بده البريزنت وورث عند الزمن صفر اذا الكوست ضل يزيد لعند سنة 10، معناها وضحت الكاش فلو دايجرام. عندي كاش فلو دايجرام من 0 ل 10، قال لي من سنة 1 ل 3، هاي سنة 1 2 3، من سنة 1 ل 3 عندي انوال ستينات، ولكن عند السنة 4 from now beginning from now قال لي بلشت الزيادة 65، عند السنة 5 70،
وبظل ماشي لعند سنة 10 اللي هي بتطلع معي 95. تمام، شو بسوي هسه؟ بدي احول، بدي اوجد البرسنتوار عند الصفر. طيب اول شغلة بدي اسويها، بدي اشوف انا الجريدنت وين بلش عندي. قلنا الزيادة عندي 65، برجع قبل بسنة دائما. شو بعمل هون؟ فالجريدنت عندي فعليا من سنة 3 لسنة 10، والدفعتين هذول الزيادة، الدفعتين هذول مالهم زيادة. فهسه شو بعمل؟ بدي اوجد البريزنت عند الصفر. اول اشي هذول الدفعتين اللي هم سنة 1 وسنة 2 شو مالهم؟ هذول شو مالهم؟ انول عادي، يعني بقول انول. او ليش؟ من اصلا من سنة 3 لسنة 10 راح يكون عندي بيس اماونت، فبعتبر عندي من سنة 1 لسنة 10 كله بيس اماونت. يعني بحكي البي عند الصفر بساوي الانوال عندي اللي هو 60 في بي، في بي جيفن اي الاي، بعرفش الاي شو اعطاني اياها، 12%. ركزوا على النسبة المئوية بالامتحان. والان من 1 ل 10، من 1 ل 10 10 ناقص 1 9 زائد 1 10. هسه هذا حول لي الانوال كامل عندي من الواحد للعشرة، حول لي عند الصفر. هسه هذا كامل بريزنت وورث، بس نقول زائد. هسه زائد عندي شو؟ انا في عندي هون دفعات متزايدة، عندي دفعات متزايدة اللي هي جي، اللي هي جي 65، لا الزيادة عندي 5، بقول 5 5 يعني مش 65، 5 في بي جيفن جي الاي 12. هسه بنيجي للان، الان قلنا عدد الدفعات زي عدد دفعات الاي، ولكن الاي هي 10 سنين، ولكن انا الجي مش من 10، الجي بتبلش من عند 4 او الاحرى من عند 3. ليش؟ انه انا هون البيس اماونت يعني بي 2، فبحكي من 2 ل 10. 10 ناقص 2 8 زائد 1 9. بنركز، ولكن هاي اعطتني البي وين؟ البي قبل بسنتين. انا هون بلش عندي البيس اماونت، البيس اماونت دائما قبل الزياده بسنه حكينا، فبالتالي رجع لي اياها هاي بي 1. من بي 1 لبي الصفر شو بعمل؟ بضرب في بي جيفن اف. بس خلينا نشوف، ممكن يكون في خطأ بالحل او انت دقيقه. انا هيك بناء فهمي. طيب اتوقع في خطأ. بي توتال كاتب جي في بي جيفن جي 12% 8، وعدد السنوات 2 مش 1. انا مخربط بعدد السنوات. هسه هاي صح، الاي عندي صح، ولكن بخصوص الجي، الجي انا شو غلطت فيه؟ الجي غلطت فيه كالتالي، انه مبلش من هون 60، هاي بيس اماونت، وصارت هاي صفر، هاي قبل بسنتين بيس اماونت قبل بسنة. لا دقيقة بس خليني ارجع للشابتر اللي قبل، معناته عندي خليني اشوف شو الطريقة الثانية. ما في طريقة ثانية؟ الطريقة الثانية شو عملت؟ طلعت بي 2. طب طلعت بي 2، انا شو عملت بحلي؟ دقيقة جزء مخربط انا بالحل. صح انا مخربط بالحل، اسف جدا. انا شو عملت؟ انا قلت بنطلع بي 2، كنا بنطلع بلشت عند السنة الثالثة، فالبي جيفن اي تبعتها، انسى البي جيفن اي، قلنا البي جيفن جي دائما البريزنت تبعها عند الانوال، فانا كوني نبلش من عند 3، فانا هون طلعت بي 2. 10 ناقص 8، 10 ناقص 3 هون، ما هي 3، انا شو بدي بالبريزنت؟ الانوال انا معتبره من 3 ل 10، 10 ناقص 3 7 زائد 1 8، وانا هون رجعت عند السنة الثانية، فبالتالي هاي 2 صح. انا كنت مخربط، اسف جدا جدا جدا، بس برجع بيت السؤال عشان ما تتخربطوا. انا الانوال عندي اوكي من 1 ل 10، ولكن الزياده بلشت عندي من 4، فانا كل شغلي ببلش دائما قبل بسنه، فمن 3 ل 10 شو عملت فيها؟ اعتبرتها هي البيس اماونت، بغض النظر انه انا ما اعتبرها من 1، لكن عشان تجي فهي قبل بسنه، والزياده قبل بسنتين. اول زياده قبل بسنتين، هيا. طبعا انا حل بطريقتين، شو الطريقه اللي انا عاملها؟ اذا بتلاحظ الزياده عند الزمن 4 بي، بالتالي الناتج عن فاكتور من السنة بعد ما طلع راح اقول له ما اكتب الفاكتور. اوكي بي توتال هذا اللي انا حليته. طيب خلينا نشوف الطريقة الثانية. الطريقة الثانية حول بي 2، اوجد بي 2 بعدين اوجد بي نوت، نفس الشيء نفس الشيء طبعا، اتوقع نفس الشيء، انا مش مركز يعني، مش مهم، افهم طريقة ويعطيك العافية الثانية. طيب
هذا السؤال شو بقول لي؟ for the cash flow find the future worth at year 7. بده الفيوتشر وورث ات يير 7. طيب هذا السؤال بكل بساطة احنا حكينا ما عندنا فاكتور اف جيفن جي او جي جيفن اف، ولكن هو فيه وله قانون، ولكن انا ما راح اوصله، ما بدي اوصله. فشو السلافة؟ السلافة انه انا بدي احل طبيعي كانسان ما بعين قانون الاف، فشو بسوي؟ بحول لبريزنت ومن البريزنت لفيوتشر، يعني صارت تصير السلافة عندنا. يلا فايند ذا فيوتشر وورث انت يير 7. طيب انا معطيني شيفتد جريدنت ولكن سالب، سهلة. الجريدنت انا عندي عند سنة 2، البيس اماونت هون معناته انا راح ارجع قبل بسنة، فالبي توتال راح تكون عندي كلها البيس اماونت 700 مضروب في بي جيفن اي، الاي 10%، وعدد السنوات من 2 ل 7، 7 ناقص 2 5 زائد 1 يعطيني 6. هسا كانوا الدفعات متناقصة فانا احط سالب، الجي عندي كم؟ 50، البي جيفن جي، الاي 10، والان دائما نفس عدد السنوات. هذا كل اللي طلعته، طلعت بي عند الواحد. طيب شو بدي اعمل هسا؟ هسا بحول من بي عند الواحد لفيوتشر. لفيوتشر كيف؟ بحكي الاف عندي هي البي توتال، انا بدي اف ومعي بي، فبحكي اف جيفن بي، الاي 10، والان الفرق بين الواحد لسبعة اللي هي 6 سنين. بس طلع معي الجواب هاي بي جيفن اي ناقص، حكينا دفعات متناقصة هاي. لو بده بي عند الصفر، بي عند الواحد بنقول هذا الصفر بس. طيب ان شاء الله الفيديو الجاي راح نحل بروبلم هون اللي هي سولت بروبلم من صفحة اللي هي من صفحة 41 ل 47، ونحل 6 صفحات أسئلة، وبعدين نيجي لشابتر 4 عشان نتفرغ له، لأنه إحنا عشان نتمكن شابتر 4 لازم نتمكن من اللي قبل. يعطيكم ألف عافية.